السلام عليكم، ازيكم؟ لما تيجي تبص على الكام ساعه اللي فاتوا دول هتلاقي فيه اخبار كتيره جدا طلعت في ملف سد النهضه، بس الحقيقه انا مش ناوي اتكلم على اي خبر فيهم ما عدا خبر واحد بس. ايه هو؟ ابي احمد بعت رساله لمصر مباشر، هو طالع يكلم العالم كله ودول المصاب، بس في الاخر هو الرساله دي على حسب RT نيوز لمصر. يقول ايه بقى؟ بيقول على فكره احنا مش دول دعاة حرب، احنا مش عاوزين حرب. نريد ان يكون سد النهضة الاثيوبي طريقا سلميا للتنمية، يلبي طلب اثيوبيا على الكهرباء ويحد من مخاوف السودان ومصر. سد النهضة سيعزز السلام في منطقة القرن الافريقي والعديد من دول العالم، واثيوبيا لا ترغب في الحاق اي ضرر بمصر والسودان. ومين قال اصلا ان احنا عاوزين نأذي دول المصب؟ سواء مصر او السودان مش عاوزين نأذيهم. كل الموضوع ان احنا عاوزين كهرباء لصالح الدولة بتاعتنا، والناس اللي عايشين قرب سد النهضة يجي لهم كهرباء. اثيوبيين من حقهم يجي لهم كهرباء. ثاني حاجة بصراحة بقى اللي عمل مشكلة هي الزراعات الكتيرة اللي حصلت، يعني عشان في زراعات تمت في مصر والسودان وفي اثيوبيا حتى، زود الطلب على المية، بس غير كده كانش هيبقى فيه مشكلة وكانت الناس هترضى بقليلها. هي الزراعة هي السبب، بس على دول العالم كلها تدرك ان اثيوبيا دولة سلام. لحد هنا الرسالة خلصت، لحد هنا الخبر بقيته انشائي او تعبيري، يعني الراجل اللي كتب الخبر عمال يزود ويعيد ويزيد في الكلام، بس الرسالة نفسها ده مضمونها. يعني ما تيجي تقف عند الرسالة دي هتلاقي كذا حاجة. اول حاجة هو الراجل قال مش هنملى، يعني هل الراجل ده جاب سيرة ان اثيوبيا هتتوقف عن الملء الثاني؟ خالص ما جابش سيرته اصلا، احنا يا باشا مكملين والملء في مواعيده. ده حاجة وده حاجة تانية. يعني مغزى الرسالة هو عاوز يقولك ايه؟ معلش احنا هنموتكم، معلش يعني غصب عني بس مضطر اموتكم. نعمل ايه يعني؟ ما جالناش كهربا، على المصريين ان هم يموتوا، يعني ما يشربوش يا سيدي، بس لازم تستحمل عشان اخوك الاثيوبي يلاقي كهربا يولع النور ويطفيه. فده مغزى الرساله بس بطريقه مؤدبه وبصيغه سلميه. وايه المشكله وايه الجديد يعني؟ ما هو ابي احمد عمال يوجه رسائل كتيره جدا لمصر، وده الراجل حتى جه هنا وحلف ان هو مش هيأذي مصر او يأذي الشعب المصري، وبرغم كده راح بنى سد وكمل السد. الغريب في الموضوع ان السد ده اصلا تصميماته ما كانتش بالكبر ده ان هو يحتجز كميه المياه الضخمه دي، لا هو السد اصلا كان معمول سد صغير هيولد كهربا بالفعل، وعمر مصر ما اعترضت عليه. يعني على فكره اثيوبيا مثلا لما ملت الملء الاول مصر ما ضربتوش او هددت او عملت اي حاجه. مصر ما عندهاش مشكله مع سدود صغيره، احنا عندنا مشكله مع حد عاوز يموتنا، يعني حد عاوز ياخد حياة المصريين عشان يولع كهرباء عندهم في البلد. الحقيقة ان الموضوع ده ما تيجي تبص عليه من بره كده هتلاقيه غريب شوية، يعني الموضوع عدى مرحلة سد، لا موضوع اغرب بكتير ورا قصة كبيرة جدا محدش هيعرف يشرحها لك كويس في ظل الاوضاع والاخبار الكتيرة اللي بتحصل دي. طب مين يشرحها؟ البي بي سي. البي بي سي طلعت اكتر من وثيقة، يعتبروا ثلاث وثائق مهمين جدا، اخطر وثائق تاريخية بخصوص نهر النيل. الحقيقة ان استاذ احمد موسى امبارح طلع اتكلم عن وثيقة مهمة جدا منهم وذكرها في البرنامج بتاعه، بس انا هنا مش عشان اتكلم على وثيقة واحدة، انا هكلمك على ثلاثة. ايه اول وثيقة؟ اول وثيقة كشفت عنها البي بي سي بخصوص الملك فاروق. الملك فاروق في العهد بتاعه كان في ثلاثة انجليز خبراء كانوا بيشتغلوا في وزارة الري المصرية. ما احنا كان عندنا انجليز بيشتغلوا في وزارة الري المصرية. التلاتة دول جات لهم فكرة عظيمة جدا. ايه هي؟ قالك احنا لو عملنا خزان عند بحيرة تانا اللي بينبع منها النيل الازرق، الخزان ده ممكن يبقى مشروع عظيم. ليه؟ اولا الخزان ده هيخزن مية لفترة وجيزة وكمية مش كبيرة، وفجأة يطلق المية دي او يفتح ابوابه. طب وايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان معدل التدفق للمياه في نهر النيل هيبقى اقوى. طب ولما يبقى اقوى الطمي اللي موجود في المية ده هيبقى اكتر، مصر هيجي لها طمي اكتر ويحسن نسب الزراعة وهيبقى فيه منافع كتيرة جدا بالنسبة لمصر. الكلام ده امتى؟ 1946. الحقيقة تم عرض المشروع ده على الاثيوبيين والاثيوبيين رفضوا تماما. قالك يا باشا لا، خزان ايه؟ احنا بتوع خزان برضو، لا تيجي ناحية بحيرة تانا ولا تيجي ناحية النيل بتاعنا وخلاص كده. الحقيقة دي كانت اول وثيقة، وكانت وثيقة غريبة شوية. ليه غريبة؟ غريبة لأن وزارة الري المصرية كانت بتفكر عند منابع النيل مش اللي تحت إيديها. ليه أنا بقولك كده؟ لأن في وثيقة تانية ودي اللي اتكلم عليها الأستاذ أحمد موسى امبارح، طلعت من البي بي سي برضو بخصوص إيه؟ بتقولك على فكرة بقى في دبلوماسي بريطاني راح زار محمد فايق. مين بقى محمد فايق؟ محمد فايق ده مستشار جمال عبد الناصر. الدبلوماسي البريطاني ده قعد مع المستشار بتاع جمال عبد الناصر وقال له على فكرة بقى في مشكلة عندكم في نهر النيل،
نهر النيل ده شريان أساسي وانت مش واخد بالك من المشكلة ان المنابع مش عندكم. المنابع عند أثيوبيا او منبع النهر ده عند أثيوبيا، ومصر بتعتمد على نهر النيل بنسبة كبيرة جدا. وفي أنباء بتتردد عن ان أثيوبيا عاوزة تحول مجرى نهر النيل. شوف بقى الخطورة دي، عاوزين يحولوا مجرى نهر النيل اصلا، ما يمشيش في مساره ده، لا ما يجيش عند مصر اصلا. حقيقة ان الدبلوماسي البريطاني ده فوجئ برد فعل مستشار جمال عبد الناصر استاذ محمد فايق. ليه؟ ولا على باله. يعني الراجل استهزأ جدا بالكلام اللي الدبلوماسي البريطاني ده جاي يكلمه فيه. ليه؟ قال له اولا لو الاثيوبيين عاوزين يعملوا اي حاجه بخصوص نهر النيل لا عندهم التقنيات الفنيه ولا الاموال اللازمه. ده اولا. تاني حاجه، مستشار جمال عبد الناصر ده استند لايه؟ استند لخبر طالع في مصراوي. معلش انا هربط لك الاحداث ببعض، يعني الخبر ده مش نازل في الوثيقه بس نازل في مصراوي، بس عشان ابين لك الراجل بيفكر ازاي. في خبر ان امبراطور اثيوبيا كان اسمه هيلا سلاسي. هيلا سلاسي ده كان اصلا عاوز يعمل سد زي سد النهضة كده، كبير شوية يعني يعدي 100 متر، يعني يعتبر ايه متوسط او كبير، كبير في الوقت ده. فكر فقط ان هو يعمل او يبني السد ده على النيل الازرق. النيل الازرق ده اللي بيدي نهر النيل اكتر من 85% من احتياجاته. هيلا سلاسي كان عاوز يمشي في الموضوع. مين اللي عرف؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كانت علاقته جيدة جدا بهيلا سلاسي، هو ده اللي بيتقال في مصراوي. بعت له رسالة قال له ايه؟ قال له يا باشا السد ده هيأثر على الامن القومي المصري. فبيقولك ان الامبراطور من كتر حبه لجمال عبد الناصر قبل تماما، وبدل ما السد يبقى فوق المية متر خلاه 11 متر فقط، يعني بقى سد صغير جدا. ده مش سد يعني، ده حاجة لعبة تقديرا لجمال عبد الناصر. فمستشار جمال عبد الناصر اللي هو محمد فايق لما كان بيكلم الدبلوماسي البريطاني، الدبلوماسي البريطاني حس ان هو بيسخر من كلامه او حس ان محمد فايق مش مديله اعتبار قوي. بس انا بقول لك ليه، استنادا على علاقه جمال عبد الناصر واستنادا على ان المصريين مش هاممهم قوي الموضوع وشايفين ان اثيوبيا محتاجه اموال كتيره جدا عشان تعمل اي سد او تغير مياه النيل زي ما البريطانيين فاكرين. هنا الوثيقة دي بتبين لك نوايا أثيوبيا، أنا متفق معاك، بس مش دي أخطر وثيقة، مش دي أخطر وثيقة، الوثيقة اللي بعديها هي الأخطر. إيه بقى؟ الوثيقة اللي بعديها إن البريطانيين شافوا كده إن من الثمانينات للتسعينات الفترة دي العشر سنين دول لقوا كارثة داخلة على مصر. ليه؟ بيقولك إن في الثمانينات حصل جفاف شديد جدا في دول المنبع، يعني عند أثيوبيا والسودان كان فيه جفاف شديد، والجفاف ده استمر لعدة سنين. ده اللي طالع في الوثيقة. اللي اكتشفوه ان المصريين برضو ما كانش عندهم مشكلة. ليه؟ لان المصريين كانوا ساعتها بيشربوا من بحيرة ناصر اللي موجودة خلف السد العالي، فالمصريين ما حسوش بالجفاف ده اصلا. بس لو الجفاف ده كان استمر فترة اطول، لان الوثيقة بتقولك ان الجفاف ده خلص 1988 و89. ليه؟ قام فيضان ضخم جدا جدا ملى بحيرة ناصر وكمل بقى ارتفاع بحيرة ناصر كبير جدا من كتر الفيضان ده ما هو ضخم. بس البريطانيين ادركوا ان الفترة دي خطيرة جدا على الشعب المصري، لو مفيش بحيرة ناصر الشعب المصري مش هلاقيش. فادركوا ايه؟ ادركوا مسألة مهمة جدا اللي هي ان المنبع مش عند المصريين، ده اولا، وان اثيوبيا بتنتج 85% من نهر النيل في حين ان مصر بتعتمد 90% على نهر النيل. والمعادلة دي خطيرة جدا، لو مفيش نهر نيل مفيش مصريين. فبيقولك ان البريطانيين حذروا في الوثيقة دي اللي هي تبع وزارة الخارجية البريطانية، لان ده بيحدد سياسات وزارة الخارجية البريطانية. بيقولك ان البريطانيين ادركوا ان مصر داخلة على كارثة سودة. ليه كارثة سودة برضو؟ لان المشكلة هنا مش في الجفاف، لا، المشكلة دي لو بحيرة ناصر مش موجودة عند السد العالي، موجودة فين؟ عند سد النهضة. خدت بالك من القصة؟ يعني بحيرة ناصر دي ما تكونش مليانة أوقات الجفاف، وتكون بحيرة سد النهضة اللي توقع البريطانيين ان هو يبقى موجود. شوف قبليها بقد ايه، انت بتتكلم في الثمانينات، توقع ان الاثيوبيين يبنوا سد ويعملوا بحيرة وراه، ولو عملوا بحيرة وراه الشعب المصري يا باشا مش هيلاقي يشرب وقت اي جفاف، مفيش وقت جفاف. الحقيقة دول اخطر ثلاث وثائق، بس خطورتهم مش في المعلومات اللي فيهم، خطورتهم من استنتاجاتهم. يعني ده استنتاج البريطانيين بخصوص نهر النيل، اللي هي المعضلة اللي انا قلتها لك دي، واللي هي سطر تاني موجود في الوثيقة او في الوثائق دي. بيقولك ايه؟ بيقولك لو امتلك الاثيوبيين الاموال اللازمة لتطبيق خططهم بخصوص نهر النيل كان الله في عون المصريين. حقيقة ان السطر ده او العنوان ده بتاع الوثيقة ده كارثة في حد ذاته. ليه؟ الاثيوبيين مشكلتهم ان هم معهمش فلوس، وان هم شايفين نهر النيل ده بتاعهم مش بتاعك، ده اساسا بتاعنا، ده بيروح لك ليه اصلا؟ المفروض يلف ويرجع لنا. ده رايح مصر يعمل ايه؟
المياه دي بتاعتنا وجايه لنا احنا، المفروض ما تروحش عند اي حد، تفضل عندنا في البلد. فاحنا المفروض نستغل المياه دي زي ما احنا عاوزين، مش زي ما المصريين عاوزين. المصريين مش هيتحكموا فينا. على فكره الاثيوبيين بيفكروا زي ما انت بتفكر بالظبط. انت بتقول احنا مش عايزين الاثيوبيين يتحكموا فينا، هم شايفين ان مش عايزين برضو المصريين يتحكموا فينا ويقولوا لنا ايه اللي ينفع وايه ما ينفعش. طيب وايه خطوره؟ لا هي مش خطوره، هي كارثه. ليه؟ لان حضرتك لو بقيت ضعيف اي وقت، اثيوبيا مش هتملى سد واحد، اثيوبيا هتملى 1000 سد، زي ما قال او ما قالت دينا مفتي. على فكره دينا مفتي راجل، بس انا مش بعامله على هذا الاساس. يعني قال ايه؟ قال ابي احمد هدد ان هو يعمل 100 سد، انا بقول لكم بقى احنا هنعمل 1000 سد. وطلع في لقاء تاني قال لك احنا ممكن نبيع الميه. صحيح ان هو اعتذر بعد كده عن الكلمه دي، بس ده بيدل ليك على النوايا. بس انت هنا بتتكلم الاثيوبيين اللي معناهم حاجتين، فلوس وقوتك. لو انت بقيت ضعيف هتداس، هتداس في اهم مورد ليك. هتقول لي كلامك مش صح. وعلى فكره بقى الاثيوبيين ما بيفكروش زي ما انت بتقول كده. هقول لك انت عارف 1967 ايام عبد الناصر برضو، ها الاثيوبيين عملوا سد. ايه رايك؟ اول ما اتهزمت بنوا سد، صحيح مش سد كبير، بنوا سد من غير ما يقول لك اصلا. مصر ايه يا عم؟ ما مصر اتهزمت بقى وخلاص، نعمل احنا سد. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ على فكره الكلام ده مش من عندي خالص، الكلام ده طالع من البي بي سي برضو. السد اسمه هيدار شارا شارا، هو كده اسمه غريب جدا. بس المبدا اثيوبيا اول ما انت اتهزمت عملوا سد، اللي انقذك ان هم ما كانوش دوله عظمى يعني، او عندهم فلوس ياما هنا ياما هناك يعني عشان يعمل لك سد نهضه. لا هو كان ساعتها عاوز يعمل سد صغير. هيدار شارا شارا ده او السد اللي هم عملوه من غير ما يقولوا للمصريين، سد صغير مش كبير. بس في الاخر المبدا نفسه هو اعتمد ان انت اتهزمت، خلاص اتهزمت نعمل اللي احنا عاوزينه. اربط بقى كل اللي بقوله لك ده بخطاب ابي احمد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي او للمصريين، اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت مش بتعامل حد هيتراجع ولا بواحد في المية. ده هو اصلا في العشر سنين دول كان بيفكر ازاي يبني سد، مش انه يعقد معاك اتفاق. تاني حاجه، اثيوبيا شايفه ان عزتها في السد ده. انت اصلا كنت تسمع كلمه اثيوبيا بتتردد في وسائل الاعلام قبل السد ده ما يبني؟ ابدا. يعني اثيوبيا دي كانت دوله فيها بن، ده اللي انا اعرفه عن اثيوبيا. عزه اثيوبيا ونهضتها على ارواحنا احنا. وهنا المساله الكبيره جدا. ليه مساله كبيره؟ لان انت المساله دي فتحت عين اعدائك على نقطه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ اللي هو مثلا لو انت ضربت السد بطريقه عاديه او تقبلت السد او عقدت اتفاق عليه، ايش ضمنك ان انت لو دخلت في خلاف مع اي دوله في المستقبل ما تجيش تلعب في منابع نهر النيل، تقنع مثلا اثيوبيا تبني سد تاني وتالت؟ ما يا عم ما تقطعوا لنا المايه دي كلها، ما هو عدو ليك. ما هو انت دلوقتي ما عندكش اعداء، خلاص انا بقول لك اهو ما عندكش اعداء. اعداء اللي هو في حرب بينك وبينهم، مش بتكلم على صفه عدو زي الصهاينه يعني، لا بس انا بتكلم اعداء اللي هو خلاص انت بتعد الجيش بتاعك عشان تروح تضربه، ما عندكش غير اثيوبيا فقط، صح؟ بس انا بتكلم مين العدو لو انت دخلت معاه حرب في المستقبل، اللي انت تضمن ان هو ما يجيش يقنع اثيوبيا ان هي تبني سدود تانية. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. الناس دي عاوزه تقوم على ارواحنا، وده مش هيحصل، وهيتضرب وعلى اللي انت عاوزه. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر وتحيا مصر. سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين